يا اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اخوكم هاني، واليوم جايب لكم اول مقطع مراجعة وبيكون لشخصية ساينو. باذن الله في هذا المقطع راح امشي على ايجابيات ساينو وسلبياته، واكيد حاعطيكم بعض النصائح تفيدكم لشخصية ساينو. ان شاء الله تستمتعوا بالمقطع، بس قبل لا نبدا يا جماعة، في نسبة كبيرة منكم مو مسوين سبسكرايب، فلا تنسوا تسووا اللايك والشير والسبسكرايب، ولا تنسوا تفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات اول باول. ويلا خليكم مع المقطع. طبعا في البداية بس حاب اوضح، هذا مو مقطع شوكيس، يعني المقطع هذا ما راح نشرح فيه افضل اسلحة لساينو، ارتفاكتات، كونستليشنز وتالنتس ومن ذا الكلام، ولا حتكلم عن طريقة اللعب بشكل متعمق. هذا الشيء سويت له انا مقطع قبل كده، واللي هو مقطع الشوكيس. اذا حابين تتعلموا عن ساينو اكثر واكثر انصحكم تشوفوا هذاك المقطع. باذن الله في هذا المقطع راح اعطيكم الاشياء الجديدة في ساينو. وطبعا نفس ما انتم عارفين مر وقت طويل عن الشوكيس حق ساينو، صارت فيه بعض التغييرات، هذه اللي بتكلم عنها بإذن الله اليوم، ونشوف هل ساينو يستاهل أو لا. طيب خلينا في البداية نتكلم عن الدمج العادي حق ساينو. الدمج الطبيعي حق سينو بدون التفاعلات للأسف جدا واطي، وغالبا بيكون السبب في السكيلينج، لأن نفس ما انتم شايفين هنا الألت والسكيل حقته كلها تعتمد على تاك، وأدري إنه عنده باسيف يزود النورمال والسكيل حقته بالنسبة للمنتل ماستري، ولكن الدمج الزيادة هذا ما بيكون مرة كثير إلا لو سوينا تفاعلات. طبعا في ناس حتقول لي طبيعي، يعني أي شخصية بدون سبورتات حتسوي دمج عادي، يعني ممكن فهم هذا الشيء، ولكن المصيبة في ساينو انه ألتو مرة تطول بزيادة، حرفيا مدة ألتو تقعد 16 الى 18 ثانية وانت تقعد ضرب بساينو. طبعا في البداية كلنا كنا نحسبها ايجابية، ولكن للأسف الشديد هذه سلبية مرة كبيرة في ساينو. كمثال، لو كان في وحوش صغار فعلت ألت ساينو وذبحتهم بعد ما سويت الروتيشن حقي في ثانيتين او ثلاثة، ورسما وحوش جديدين لو كملت دمج بألت ساينو الدمج حيكون جدا قليل. للأسف غالبا انا بضطر اني اطلع من ألت ساينو واحول لنهدة عشان اسوي السكيل حقت نهدة وابدأ الروتيشن من جديد، وبعدين ارجع احول على ساينو والتو يمكن ما تكون طالعة دي المرة. انا بس اتمنى انه مدة التو قللوها للنص ورفعوا مو دبل دمج ولا 50% زيادة من دمجه، نص دمجه زيادة رفعوه، كان ساينو بيكون افضل بكثير مما هو حاليا. للأسف طريقة لعبه جدا غريبة، واكثر شيء بيكون ممتاز فيه هو ضد البوسز، لأنه وقتها ممكن نقدر نستغل التو كاملة. بس برضو فوق هذا كله البفات اللي بنسويها عشان ساينو غالبا كلها بتروح عبال هو ما يخلص التو. الشيء اللي زعل نفس ما قلت لكم انه السكيلينج حقت سكيل والت ساينو بتعتمد على تاك، لو بس سووا نفس الهيثم، لو رحنا عند الهيثم وشفتوا السكيلينج حقه يعتمد على الماستر ولا تاك، لو سووا هذا الشيء مثلا على ساينو اتوقع بتكون الشخصية مرة خرافية، ولكن هذا الشيء يعني مو لا تحلموا فيه، هذا الشيء ما راح يصير 100% للأسف، لأن انه هويفيرس ما عمره مسوي ذا الشيء الا مع شخصية زونغلي. في مشكلة ثانية مع ساينو، اللي هي انه لو انا لعبت بساينو ضد نفس الاعداء ونفس التشيمبر ونفس كل شيء ومع افضل تيم له واللي هو تيم الهايبر بلوم، وقارنتها بنفس التيم بدون ساينو، غالبا لو كان في وحوش صغار كثيرين راح نسوي بدون ساينو دمج افضل بكثير معاه، وهذا الشيء الصراحة جدا يزعل، لانه لو تفكروا ممكن تحطوا اي شخصية غير ساينو في نفس التيم هذا، ممكن تحطوا كتشينج، ممكن تحطوا الهيثم، ممكن تحطوا بال، يمكن تحطوا اي شخصية في بالكم حتى كازوها يساعدكم في التيم ده ويكون افضل من ساينو، هذا الشيء جدا يزعل الصراحة. يعني تخيلوا ثلاث شخصيات بتكون افضل من انك تكون تيم كامل اربع شخصيات، لانه ساينو بيخرب التيم. واحلف لكم والله اني سويت التجربة بساينو اكثر بكثير من التجربة اللي بدون ساينو. التجربة اللي بدون ساينو سويتها يمكن مرة واحدة بس، ومع ساينو حاولت مرتين ثلاثة بس عشان اقرب من التجربة الاولى. المشكلة هي غالبا في الروتيشن وطول مدة الت ساينو، الروتيشن جدا اريح وجدا ابسط لما بتلعب بالتيم ده بدون ساينو. وطبعا فوق هذا كله كوكي ليفلها مو 90، يعني لو كان ليفلها 90 راح تسوي دمج اكبر واكثر بالهايبر بلوم. طبعا نفس ما قلت لكم لو رحنا لحالة بوس، طبعا البوس مع ساينو بنقتله اسرع، لانه ساينو جدا ممتاز في السنجل تارجت، والتو بتطول وبنستفيد منها برضو في سنجل تارجت، ولكن انا ما زلت على كلامي، لو كانت التو نص المدة والدمج حق التو زيادة 50% بيكون افضل بكثير من الوقت الحالي. في شيء ثاني بسيط حاب اذكره كمان زيادة، واللي هو انه الت ساينو وقت ما تفعلها بيتعثر لو انضرب من الاعداء، وهذا الشيء ممكن يكون شويتين مزعج بعض الاحيان، خصوصا انه
تحاول تلحق على البفات اللي سويتها والروتيشن حقك. طبعا في شيء حلو في ساين انه هو F2P friendly، يمديك تعطيه سلاح الثري ستار هذا اللي هو الوايت تسل، خصوصا لو رفعتوه R5 ترى بينافس اسلحة الفور ستار بالنسبة لساينو، سلاح جدا ممتاز وبيساعده بشكل جدا خرافي. شيء حلو انه يكون طريقة بنائه سهلة وعنده عدة ارتفاكتات متعددة يمديكم تعطوها اياه، ولكن شيء زعل انه دمجه الاصلي مخبين ورا الكونستليشن الاول والثاني خصوصا. بالنسبة لافضل تيمز، طبعا احنا عارفين انه انرجي كوست حق ساينو هو 80، فيحتاج بطارية معاه في التيم، وافضل بطارية لساينو هي كوكي شينوبو. كوكي ممتازة مرة معاه، خصوصا انها تنفع في تيمز الهايبر بلوم، وفوق هذا كله هيلر للتيم، فجدا خرافية مع شخصية ساينو، خصوصا لو عطيتوها الفول سيت حق التنستي وملتوها اتش بي راح تهيل بشكل ممتاز. طبعا نفس ما قلت لكم قبل شويه تيم الهايبر بلوم هو افضل تيم، فاكيد شخصيه زي يلانا وشينشيو بتكون ممتازه، واخيرا شخصيه نهيدا. طبعا نفس ما احنا عارفين نهيدا ما كانت موجوده اخر مره لما ساينو كان موجود، والصراحه ساينو صار افضل بعد وجود نهيدا، لانه نهيدا حرفيا التها بتعطي المنتال ماستر بشكل جدا كبير من الباسف حقها، وغير كذا دمجها جدا خرافي. وطبعا لا ننسى انها تحط دندرو كثير على الاداء، حرفيا هي السبورت الاول لساينو سواء بتلعب هايبر بلوم او اجريفيت. التطور اللي شفناه لساينو كان جدا ممتاز، ولكن مصيبته تظل، لانه ارجع واقولها نفس ما قلت لكم، خصوصا ضد الوحوش الصغار لو سوينا الروتيشن بسكيل نهيدا وفعلت الت ساينو وقتلت الاعداء، انا كذا اضطر اني اطلع من الالت حقته واسوي سكيل نهيدا عشان اسوي اجريفيت بساينو، بس المصيبه انه التو دحين راحت والدمج راح يكون فيه اقل، ولازم ننتظر عشان نطلع التو مره ثانيه. غير كذا لو استمريت انا بساينو راح نطول زيادة، بدل مما اني احول لنهيدا واسوي السكيل حقها ونمشي الروتيشن. للأمانة انا اشوف ساينو ناقصه شخصية زي يلان، بس تكون دندرو تسوي ابليكيت شويتين اوف فيلد لساينو عشان يقدر يسوي اجريفيت، حتى لو قتلنا الوحوش الصغار بنهيدا يبقى عنده احد يدمج اوف فيلد بالنورمال نفس يلان وشينشيو، بس يكونوا دندرو. ممكن 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 يكون بيزو هو اللي بيساعد شخصية ساينو، عاد لوقتها ننتظر ونشوف. طبعا لو حطيتوا هذا التيم حق ساينو حرفيا ما راح تواجهوا اي مشاكل في الانرجي لو لعبتوا بالطريقة الصحيحة. والأمانة لو تجيبوا الشخصية عشان متعتها أنا أقول لكم روحوا، ما عليكم من أي شيء أنا أقوله، حرفيا أهم شيء أنت تستمتع في اللعبة هذه. والأمانة الشخصية ممتعة بس يزعل دمجها النازل. وإذا أنتم مهتمين لا تنسوا تشيكوا على متجر عزوز وتستخدموا كود هاني عشان تجيكم خصومات. وغير كذا فتحنا خاصية الانتساب، خاصية الانتساب غير إجبارية، واللي حاب يدعمني أكثر يمديه ينتسب، وعندكم 4 فئات من خاصية الانتساب. شكرا لكل اللي اتخذوا خطوة المنتسبين الزيادة، الله يسعدكم يا رب، الله لا يحرمني منكم. شكرا لكل المنتسبين، ان شاء الله ما يكون نسيت شيء، وان شاء الله يكون استمتعتوا في هذا المقطع. كان معكم اخوكم هاني، اشوفكم على خير ان شاء الله في اقرب وقت، وفي امان الله يا جماعه.